تبيعهم اللي جبنا في الدستور في القانون التنظيمي. على أي حال إحنا الموقف ديالنا في العدالة والتنمية من هذا القانون هذا هو أولاً إحنا من جهة الإعداد التي هي عنصر التقييم وكذلك أثر الأعذار التحول المتراكم. اليوم كانت دورة استثنائية ديال مجلس الجهة، كانت نقطة فيها المهمة والأساسية هي الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية مجلس الخدمات. احنا الموقف ديالنا كان هو التصويت بالرفض لهذا الوثائق التأسيسية لجملة من الخروقات القانونية. اولا هذه الوثائق التأسيسية قدمت بلغة غير دستورية. ثانيا هذا الورقة التأسيسية تتضمن ان تقول بان الشركة فيها اربعة المساهمين، في حين ان القانون المنظم من هذه الشركات المساهمة خاصة تكون فيها خمسة على الاقل، وهذا خرق قانوني. ايضا هناك خرق مبدأ الانتخاب، حيث ان القانون المنظم للشركات المساهمة كي يحتم على أنه رئيس مجلس الإدارة يكون منتخب وليس معين. أيضا هناك ضرب لمبدأ التدبير الحر عبر الفيتو الذي أعطي لممثل وزارة الداخلية، في حين أن الفيتو في داخل مجلس الإدارة كان يجب أن يكون لصالح المجموعات الجماعات الترابية بصفتهم منتخبين. أيضا هناك إشكال ديال تغيير رأس مال الشركة اللي ما يمكنش مجلس الإدارة يكون يحسم فيه ويكون قرار نافذ إلا بعد المصادقة ديال المجالس الترابية على هذا التغيير. وهذا التغيير ديال رأس المال ممكن يغير النسب ديال المساهمين، وبالتالي ممكن أن يكون هنا واحد الخصصة هذا القطاع هذا، واللي ممكن يعطي واحد الانعكاسات سلبية على المستهلك، لأنه طبيعة المزدوجة هذه الشركة كتجعل منا أنه كتقدم الخدمة العمومية وكتقدم خدمة تجارية ربحية نفعية، ولذلك فإن غادي يكون إشكال في إيجاد توازن بين هاد الخدمتين. النقطة التي تم تأجيلها هي متعلقة بكومبيتك لتشجيع المقاولات الناشئة في التكنولوجيا الحديثة بإقليم النواصر في إطار البرنامج ديال التنمية الجهوية 2022-2027. وعلى أي حال لم تكن هناك، أولا هي قدمت في أجل خارج الأجل القانوني، لأن هناك ثلاث أيام اللي خصنا توصلوا بها بهذا جدول الأعمال، في حين أنها لم تصل إلا البارحة بعد منتصف الليل. وثانيا لأن ليس هناك الوثائق التي تشرحها أو تعطي نظرة على هذه النقطة هذه.